بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في البدايه قبل اي حاجه، تحيه كبيره جدا للاستاذ هشام صاحب قناه في العارضه، لان الخبر ده بصراحه انا ما عرفتوش غير من خلاله هو، ما عرفش ان جوارديولا اتكلم عن مباراه الجزائر والكاميرون الا من خلاله هو، وبصراحه الراجل مصدر موثوق جدا بالنسبه لي. ودورت على اصل الخبر، لقيت فعلا ان بيب جوارديولا بعد المباراه بتاع بيرنلي في المؤتمر الصحفي، الصحافه والاعلام سالوه، قالوا له ليه ما لعبتش رياض محرز؟ رياض محرز لماذا غاب عن مباراه بيرنلي؟ فرد بيب جوارديولا كان واضح وصريح وقال لهم رياض محرز يشعر بالحزن الشديد لأنه لن يذهب إلى كأس العالم مع المنتخب الجزائري. عندما تسجل في الدقيقة 118 ثم تستقبل هدف في الدقيقة 124 وتقصى، لا يوجد وصف لذلك. هذه أحوال كرة القدم. صراحة كلام محترم جدا بيب جوارديولا، يعني كلام بيقول إن الراجل واضح إن هو متابع لعيبته، وده طبيعة بيب، يعني دي طبيعة بيب. بيب عاطفي جدا مع اللعيبة بتاعته، أي حد اتمرن مع بيب هيقول لك نفس الكلام ده. وبيب جوارديولا كان ليه رأي واضح في المباراة. قال لك إن احيانا مشير ان كره القدم لا تعترف دائما بالافضل، واحيانا تبتسم للمنافس. هذه عواطف، هي اشياء كثيره، لا يوجد وقت للراحه مثل كره السله او التنس. حينها يمكننا ان نجلس ونفكر بعد شوطين، هذه هي كره القدم، كم من مره تكون فيها افضل من المنافس لكنك تنهزم في نهايه المطاف. بصراحه كلنا شفنا منتخب الجزائر كان الند الافضل في المباراه، وطبعا بيب جوارديولا لما يطلع يتكلم في مباراه زي دي فطبيعي ان الناس كلها هتقول هذا بيب. طبعا كلام جميل ومحترم جدا، وخصوصا لما يجي من مدير فني كبير جدا زي بيب جوارديولا لما يتكلم على افضليه منتخب الجزائر عن منتخب الكاميرون، دي حاجه حلوه مش حاجه سيئه. بس للاسف ده بيزعلك لانك بتفتكر انك كنت كويس وما وصلتش كاس عالم، فدي حاجه يعني بتزعل وحاجه بتفرح. بتفرح انك لما تسمع انك كنت كويس افضل من منتخب المنافس ليك، بس للاسف الحظ ما كانش مساندك ولا مساعدك، بس ده كله مش هيمنع في الاخر ان النتيجه ما سعفتكش. كلام محترم جدا من بيب جوارديولا. اتمنى بيب جوارديولا يعالج رياض محرز نفسيا، علشان خاطر محتاجين رياض بكره ماتش اتلتيكو مدريد يا معلم، محتاجين رياض ماتش اتلتيكو مدريد. الماتش هيكون فيه ضرب كتير، بس رياض يقدر ان هو يعمل حاجه بكره ان شاء الله. بس بصراحه عجبني جدا التصريح بتاع بيب جوارديولا، واتمنى الناس اللي هي بتحب دايما تقول لك عنصريه بيب وبيب بيكره رياض والكلام ده، لما نشوف الحاجات اللي زي دي يا ريت نحاول نتخلى عن فكره ان بيب عنده مشاكل شخصيه مع رياض محرز، وان في مؤامره كونيه ضد رياض محرز في سيتي، عشان الكلام ده الواحد بقاله سنتين بيعافر وبيعاتب فيه، ومع الاسف الشديد لسه بسمع كلام بيقولوه. ومع الاسف لما بنطلع نتكلم على الكلام ده ناس بتفتكر ان احنا بنهاجم رياض. يا جماعه احنا بنهاجم الناس اللي بتتكلم الكلام ده، لا اكتر ولا اقل. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فادعيلنا بكره ربنا ينتعنا بالسلامه قدام اتلتيكو مدريد ونطلع من غير ورق صابه في الملعب. دي الاهم بالنسبه لي بصراحه، ان احنا نكسب ونطلع من غير ورق.